كوستني من بعد العشاء، العشاء نفس الشيء. هنا سويت كليجي، وهاي هنا سويت الهندوق طبعا، وسويت ويا بتيتا، وسويت ويا حبشكلات، وهاي هوستني مثل ما تشوفوا. ويا مساء الخير، شلون شن بنات، شو اخبار شن؟ حبيت اسلم علي شن، بس بداية الفيديو صار عفوي انه انا لزمت التليفون وبديت اصور بيه، بما انه بنات عتن امتحانات وهيك، راح انا بعد اقوم اغسل المواعين مات العشاء، هن ما يلحقن ودوامهم الصباحي، يعني شوي اساعدهن بغسل المواعين. وهنا أنا بنات مثل ما تشوفن المطبخ شلون مقلوب قلاب، يعني قنبلة ذرية وجربي ما كان، يعني بس العشاء سوينا. طبعا أنا هنا خابزة، وقليت للبنات قالن نريد ماما دوق تعزلين عجين، اي فسويت لهن كم دوقة وقليت لهن بوتيته، طبعا بنتي قلت البوتيته مو انا، وخدرت شاي وسويت وي يعني وي هاي الاشياء، قلت خلنا نرتاح يعني من بعد العشاء خلنا نرتاح. هواي قالن بناتي لا اريد كليجة، فسويت وياهن كليجة، يعني انا عجنتها الهن وهاي وهن شوينها وسوينها. هنا أنا بنات بديت يعني أعزل شوية شوية، شايفين السلحفات تمشي على كيفها، لا يغركم التصوير، التصوير مسرعته والله العظيم، لو تشوفون شلون أغسل المواعين يعني على كيفي، إذا قبل كنت تمشي مثل السلحفات هسه شايفين الكسلان اللي يمشي خطوته بسنة هيك أنا. فهنا أنا سرعت الفيديو حيل حيل هواية، قلت يعني فشلة يعني شلون اغسل المواعين على كيفي، كلش كلش على كيف، يعني تعرفون الوضع وتعرفون انه انا تعبانه وظهر طاق. هنا انا بنات حبيت احفزكن شويه، يعني قلت خلنا اسوي لها الروتين ليلي، ملينا من الطبخ وملينا من التقلام وملينا يعني من التعزيلات وهاي، قلت خلنا اسوي لهن يعني شويه تغيير انه نغسل المواعين وياهن، بما انه هناك وغاد الجو بارد وبكرصة برودة وهاي، فالناس شوية تتكسل وما تغسل مواعين الليل. فهنا أنا بنات بديت اجلف بيهن، طبعا هن كم ماعون يعني بالنسبة للعوائل الكبيرة، لا هاي المواعين هيجي، بس بالنسبة يعني لعائلتنا احنا لان عائلتنا صغيرة وهاي، لا هاي المواعين انا عندي هواية. هنا البنات بديت جلفت الحوض اول شي، لان كان بيه همين يعني كمية ما تمواعين وهاي، وبعدين راح اغسل وياكم الاستكاين، وبعدين راح شوية اعزل بيه، وان شاء الله هنزل لكم شلون اخلص المطبخ. البنات لحد تضحك علي، لان انا مرات الكلمات تطاير مني والله، يعني من اجي افتح التسجيل وهاي تروح الكلمات، يعني انه انا ما محضرة لهذا الشي، وما محضرة ايش راح احكي بالفيديو، وما محضرة هاي، فراح اعوفنشن ويا الغسل والطقطقة مات المواعين. يلا عيني.
هنا بنات اللي وصلت لهنا فضلا وليس امرا لا تنسى اللايك، يعني اللايك لا يبزز ولا يعضيج من الضغطين علي، يعني فضلا وليس امرا تجبرون بخاطري بلايك على مود استمر وياكم، على مود تكبر قناتي وتكبر عائلتي وما يروح تعبي انه انا ماكو مشاهدات عندي بالقناة يعني هاي. فاتمنى هذا الفيديو يرتفع واكثر عدد ممكن من اللايكات تعطوني، يعني اتمنى كنوع من التحفيز ونوع من يعني جبران الخاطر الي انه انتم تنطوني لايك وتشاهدون الفيديو للنهايه وتشيرون الفيديو لصديقات كان الاهل كان الاحباب كان على مود تكبر قناتي واكثر عدد ممكن باليوتيوب يشوفها وترتفع المشاهدات عندي وترتفع الاشتراكات عندي، يعني على مود تعبي ما يروح بالقناه لان كلش كلش هابطه المشاهدات بالقناه وكلش يعني ضايجه والله العظيم من المشاهدات ومن اللايكات اصلا. يعني اتمنى اتمنى تحققوا لي هذا الحلم، ويعني هو بايديكم انتم مو بايد احد، انتم ترفعون الواحد لفوق وانتم تنزلونه لجوا مثل ما يقولون. يعني انت كل وحده تشوف الفيديو لو تشير صديقاتها وخواتها، ما شاء الله احنا كل وحده عندها 4 خوات او 3 خوات او امها واحبابها، يعني كان قناتي تنشهر او ترتفع مشاهداتها باقرب وقت ممكن. هنا أنا بنات خلصت جلف المواعين ومثل ما تشوفون الطباخ علي طن زيت يعني من التقلا، بما انه احنا قلينا بوتيتا وقلينا دوق ويعني وسويت اشياء كلش هواي علي همينه وخدرت شاي، بس صار كلش كلش وسخ يستحق الجلف. هنا انا بديت اريد اجلف وكان تجي بنتي قالت خلصت ماما انا قراية الامتحان مالتي، قلت لها ايش تردين؟ قالت ارد اجلف وصوريني. فقعنا كيفت والله بيناتنا الحكي كيفت، قلت بما انه انا ما بي حيل وعلى كيف على كيف اسوي كل شيء على كيفي، قلت والله خليها هي تسوي. وهنا انا بنات مثل ما تشوفون انتهزت الفرصة ظليت أني واقفة أصورها وهي تجلف بالطباخ. هنا بنات الطباخ يعني تغيرت حالته 180 درجة، يعني ذيك الشهور كان طن 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 ما دهون علي، هسه لا والله من عبن ايدي بي ويومية يومية، يعني قبل كانت بنتي والله العظيم يومية تمسحها، بس بنات مسح يعني المسح عن مسح يختلف، يعني تمسحها مرات بس بسفنجة مرات يعني هيك، بس انا لا اجلف اجلف. هنا أنا لا يغركم منظر العيون هذني بيهن هم سواد صاير، لان صاير اللي يمكن تقريب 4 ايام اني ما جالفة العيون مالته. هنا أنا السوبايات مالته او الحمالات مالت الجذوره يعني طلع شكلهن الحقيقي شكلهن اللي اول ما جبته، يعني انا من جبت الطباخ ما تتوقعون ايش قد كان بيدهون، وهاي يعني اشتريته هو هذا مستخدم، بس سويته سويته والله العظيم عبالك جديد اخو جديد، يعني كان بي لصقات على القزاز وهاي كان بي اشياء كلش هوايه، فبديت احك بي احك يعني احكيت احك الطباخ هذا يلا طلع لوجهي، يعني ظليت اسابيع لا يوم ولا يومين. هنا بنات مثل ما تشوفون هم انا بديت يعني ايدي بي دائما، خاصه صاير لي يعني هيك تقريب باسبوعين انا دائما ايدي بالسوبايات وايدي بالعيون وايدي بالطباخ، فصار هالايام حتى الستيل مالته احسه تغير، يعني حتى السنك هذا مالتي حسيته تغير، يعني ما اعرف يعني غسل عن غسل يفرق ما ادري، بس هنا بنات يا قلت دائما دائما اخلي ايدي بالمطبخ وبالطباخ وبالغراض مالتي. لا تغركم هنا التصوير طبعا، فحطت التصوير مات ليل.
هنا انا ذني شوف هاي بنتي تقول انا طلعت العضلات من شلت هاي الصينية، قلت لها بعتي هاي الصينية ما تأكلنا والله العظيم، بس مالت العشاء يعني مالت الغداء انا غاسلتهن المواعين. هنا انا بديت امسح همي انا وياكم بهاي بالكاونتر، طبعا انا هم ماسحتها بس اجيت هم مشيت عليها، لازم نمشي عليها. هنا راويكم بما انه اجانا الشتاء دائما زوجي يحب الدبس والراشي، وحتى البنات ورا العشاء دائما ياكلن دبس وراشي، يعني دائما نخلي خبز زايد على مود شنو، على مود بالليل اللي يجوع لازم يغمس دبس وراشي. هنا وصلنا ننتهي من تنظيف المطبخ والحمد لله والشكر لله خلصناه بخير وسلامه. اتمنى الفيديو اليوم عجبكم، واتمنى روتيني اليوم عجبكم، واتمنى يعني بتلمساتها عجبتكم وبتنظيف الطباخ. اللي وصلت لي هنا تثبت وجودها بكومنت تحت على مود اعرف منو طلعت من البدايه ومنو بقت وياي. هنا انا قلت لها ماما خل انا اكنسه بالمكناسه اليدويه يعني وانا واقفه، بس قالت لا لازم اكنسه انا بالمكناسه الكهربائيه. قلت هاي شالت هالعزيمه لان تصوير، قلت بعد دائما افتح قدامي التصوير واخليهن يقومن يشتغلن. لا والله دائما دائما هي هاي عليها المكناسه الكهربائيه بتي، دائما تنظف الهول بالمكناسة الكهربائية، تنظف غرفتي بالمكناسة الكهربائية، يعني دائما هي تكنس بيها. بناتي هنا أنا بديت قلت تشوفن يعني مثل ما تشوفن قصدي، بدت بتي تنظف بالأرضية مالت المطبخ على مود شنو نخفف، يعني مثل ما يقولون ايش قد ما بينا نسوي كل شيء بوقته على مود الصبح يعني عندنا أشياء تظل سهلة. وتعرفون بنات الوقت كلش يعني صار قصير وهاي، والواحد ما يلحق يعني يطبخ غدا او ينظف او يسوي، فاحنا كل وقت بوقته ظلينا نشتغل شغلنا على مود نخفف شوية. وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، اتمنى ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم.